طالبة رماس العيسى. أنا اسمي ريان، عمري 12 سنة، من مدرسة عين حصان. اليوم بدأ يكرمونا أن حفظنا جزء عمه. أنا وأصدقائي نحن عددنا 15 واحد بالصف. اليوم بدأ يكرمونا، تعبنا شوي، حفظنا. الأساتذة ما قصروا، أهلنا ما قصروا معنا، تعبنا شوي بس آخر شيء حفظنا. أتمنى أن إن شاء الله يحفظه ونخلص جزء تبارك وقد سمع إن شاء الله. أنا اسمي عفرة، صف سادس، عمري 12 سنة. حفظنا جزء عمه وكان شوي صعب بس بعدين صار سهل معانا، والأستاذية ظل يداومون علينا لما ما حفظنا. وأتمنى من كل أصدقائنا أنه يتابعوا معنا. إلا أنهم أبوا إلا أن يوصلوا رسالتهم السامية بتخريج جيل يحافظ على قيمنا الإسلامية السمحة. فبوركت سواعدكم وبارك الله بعملكم، فوالله لو مدحتكم أياما ما انتهيت. أنا يوسف الأسعد، مدير مدرسة عين حصان في مدينة رأس العين. قد بدأنا مع الطلاب منذ بداية الفصل الدراسي الأول بتحفيظهم جزء عمه. طبعا مادة القرآن الكريم هي موجودة في مراحل المدرسة كلها من الصف الأول إلى السادس، ولكن نحن زدنا عليها في ساعات الفراغ تحفيظ الأولاد جزء عمه غير الصور الموجودة معهم في المنهج. شاركنا في هذا الشيء المعلمين جزاهم الله خيرا، ولقينا يعني لقينا تشجيع من الأهالي حتى يستمر أطفالهم في حفظ القرآن، في حفظ جزء عمه. وإن شاء الله بإذن الله نستمر معهم لحتى يحفظوا إن شاء الله بإذن الله جزء تبارك، ولحتى يعني اللي بنقدر عليه إن شاء الله بإذن الله من نهاية العام حيكون إن شاء الله حافظين جزء آخر إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة للحفظ، الطلاب يعني ما شاء الله في عندهم اهتمام، والأهل مهتمين، في أجواء إيجابية بالمنطقة عم تخلينا نهتم بتحفيظ الأولاد القرآن. الحمد لله يعني بتحس إنه في ناس مهتمة في بدينها، والحمد لله ما في عقبات. يعني أوقات الفراغ عم نقرأ فيها قرآن الحمد لله رب العالمين. خرجنا اليوم 15 حافظ وحافظة لجزء عمه، وقد حضر عدد من الفعاليات السياسية والمدنية هذا الحفل كمنظمة أساس ومجلس رأس العين ومديرية التربية ومكتب عشائر رأس العين والمكتب السياسي لمحافظة الحسكة. كان الحضور مبهرا جزاهم الله خيرا وتشرفونا، وكان في فرحة عارمة عند الحفظة لأنه قدموا لهم جوائز وشيء محفز حتى إن شاء الله يستمروا بالحفظ. الأستاذ مناف هبو. الآن ساحلة العبد الله. الآن سامها العدواني. جزاكم الله خيرا وبارك الله.